لازم طبعا تكون بدايتنا مع حضراتكم عن لقاء الامس وفوز الامس للنادي الاهلي على فاركو بنتيجه 2-1. طبعا الماتش ده كان ضمن منافسات الجوله الثامنه لبطوله الدوري. زي ما نهاوند بتقول احنا بالفعل اهدرنا فرص كتير جدا، خصوصا فيما يتعلق بالتاتشات الاخيره، اللمسات الاخيره، ودي حاجه احنا اتكلمنا فيها مع حضراتكم قبل كده اكتر من مره. طبعا الفرص دي كانت كلها الحقيقه كفيله ان هي تضاعف النتيجه، مش مجرد ان هي تزودها، لكن برضو لازم نرجع ونقول ان الاهلي كان مسيطر، يعني سيطرة شبه كاملة على مجريات المباراة من خلال الهجمات المتتالية، والحقيقة شكل ضغط كبير جدا على فريق فاركو اللي اعتمد على الدفاع نقدر نقول طوال وقت المباراة. الأهلي اتقدم في الدقيقة 30 بهدف أحمد عبد القادر من تمريرة علي معلول السحرية، وبعدها تعادل أحمد شريف لفاركو في الدقيقة 36، لكن كعادة لعيبة النادي الأهلي بيقاتلوا حتى آخر ثانية في اللقاء، وبالفعل سجل محمد شريف هدف الفوز في الثواني الأخيرة في الوقت بدل الضايع من رأسية جميلة منه. تغييرات المدير الفني كولر كانت هجومية وكانت موفقة إلى حد كبير، والحقيقة منحت الفريق أفضلية الهجوم في الشوط الثاني. شفنا نزول حسين الشحات وحسام حسن ومحمد شريف وحمدي فتحي وكمان أكرم توفيق. بص احنا تعالى بقى نتكلم بالارقام كده. بالفوز ده كده الاهلي رفع رصيده ل 22 نقطه، احنا كده نعتبر على قمه الدوري، وتجمد مفروض تجمد رصيد فاركو برضو بلغه الارقام عند بالظبط او رصيده هنا بنتكلم 7 نقاط او عند النقطه يعني السبعه، لكن برضو في شويه تفاصيل يا كريم انت ذكرت البعض منها في المباراه عايزين احنا نقولها سريعا، وهي فعلا المباراه كانت قويه جدا، المباراه كانت حماسيه، الاهلي من ناحيته ساعه لو هنتكلم من البدايه عشان يضغط على كل يعني ارجاء الملعب، ونقدر كمان نقول انه شن هجمات كتيره جدا، بس هجمات ما نجحتش يعني شنينا هجمات يا كريم جميله خلينا نقول، بس ما بتكملش، ما بتنجحش للحظة الأخيرة أو للتاتش الأخير. يعني خليني أقول لحضراتكم برضو دفاع فاركو أحبط تمريرة كانت قوية جدا وأكيد كلنا شفناها من علي معلول اللي كانت لبرونو سافيو في الدقيقة لو أنا مش غلطانة تقريبا كانت 17، وكان ممكن إن هي بسهولة جدا تدخل على فكرة جول. طيب في الدقيقة كمان 20 أعتقد كان أفشة برضو كان في كرة مررها لبرونو سافيو وكانت داخل منطقة الجزاء، لكن كان في للأسف وضعية التسلل يعني دي بقى اللي حرقت دمنا شوية إن كانت لعبة حلوة جدا، وتمكن برضو دفاع فاركو من التدخل، وكان في الدقيقة برضو 24 ضاعت فرصة كانت كبيرة جدا يعني، وفي الدقيقة 45 لا احنا انا مش عايز اقعد اعد يعني بجد لا احنا ضيعنا فرص كتيرة امبارح،